مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. الحقيقه النهارده هيكون معانا موضوعين مختلفين ومهمين جدا في غايه الاهميه، وهنناقش فيهم يعني اسئله مختلفه، لكن زي ما عودناكم هنبدا حلقتنا بفقره الاخبار. ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي وأيضا أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. وأكد الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل. حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد مساء اليوم بتدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والذي يستعد لخوض مباراته الهامة بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أمام منتخب بوركينا فاسو، والذي يقام يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولي. وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن اليوم اكتمل عقد المنتخب بعد انضمام جميع اللاعبين المحترفين للتدريبات. بتحل اليوم ذكرى افتتاح أول مطار مصري، وهو مطار ألماظة الذي افتتحه الملك فؤاد في مثل هذا اليوم 2 يونيو 1932 وسط احتفال شعبي كبير استغل فيه أول 3 طيارين مصريين أول طائرات مصرية. وحسب ما جاء في كتاب كنوز أم الدنيا الجزء الأول لطارق بدوي، مطار ألماظة أو قاعدة ألماظة الجوية هو أول مطار تقوم مصر ببنائه قبل ثورة 1967 قبل عام 1967 تحت الاحتلال البريطاني، ولم يكن مسموحا لدى طائرات مصرية سوى طائرات الخطوط الجوية البريطانية باستخدام المطار الوحيد الموجود حينذاك، وهو مطار هليوبلس. كده خلصت أخبارنا، وهيكون معانا النهاردة فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن الدليل الديني للتوعية الأسرية، وهقول لكم نبذة مختصرة عن الدليل الديني للتوعية الأسرية. هو الإصدار الأول من سلسلة إصدارات توعوية هدفها أنها تعالج القضايا اللي بتهم الأسرة، وبتشكل كمان تحدي مجتمعي ممكن هو يعوق جهود أو مجهودات الدولة اللي بتبذلها طول الوقت أنها تحل المشكلة السكانية. هنتعرف أكتر عن الإصدار الأول للدليل الديني للتوعية الأسرية عن طريق ممثل من الأزهر الشريف وكمان ممثل من الكنيسة المصرية. هيكون معانا دكتور عبد الحميد السيد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، وهيكون معانا كمان القس أنتونيوس رؤوف استشاري تطوير برامج أسقفية الخدمات العامة. دي في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن حدث مهم جدا جدا، ولو خدنا بالنا أنه يعني في الإعلام المصري بيهتم بالحدث ده جدا، لأنه بيهم جدا مجال السياحة الدينية، وخصوصا كمان الأقباط في مصر وفي العالم العربي بشكل عام. هو ذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر. هنتعرف أكتر عن رحلة العائلة المقدسة بتبدأ منين وبتنتهي منين، وهنتعرف أكتر كمان عن أهم المزارات الدينية اللي بتخص رحلة العائلة المقدسة مع أستاذ باسم المستشار السياحي ونقيب السياحيين. هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نبدأ أولى فقراتنا في مصر جميلة. رجعنا لكم مرة تانية وهنبدأ أولى فقراتنا، وهنتكلم عن الإصدار الأول للدليل الديني للتوعية الأسرية. وبنرحب بضيوفنا اللي منورينا النهاردة في الاستوديو. معانا القس أنتونيوس رؤوف استشاري تطوير برامج أسقفية الخدمات العامة، أهلا بحضرتك. ومعانا كمان دكتور عبد الحميد السيد واعظ بمجمع البحوث الاسلاميه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب في البدايه يعني قبل ما اتكلم عن تفاصيل الدليل ايه هو، احنا عايزين نلقي الضوء الاول على دور الازهر ودور الكنيسه، فهبدا مع حضرتك على دور الكنيسه والدور المحوري اللي بتقوم بيه في صدور هذا الدليل. الحقيقه الفكره بدايتها ابتدت من مجلس قومي للسكان، ولان يمكن هم كمجلس قومي للسكان بيلاحظوا بعض السلوكيات يمكن السلبيه الموجوده،
فابتدى ان هم قالوا ان احسن حاجه او يعني اكتر حد بيأثر في الشارع المصري وفي الانسان المصري هو الدين، سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي. فابتدوا ان هم يصدروا هذا الاصدار او يفكروا في هذه الفكره، فجمعوا مجموعه من علماء الازهر مع مجموعه من علماء الكنيسه عشان نبتدي ان احنا نحط بعض الاسس الدينيه السليمه او القواعد الدينيه السليمه على المواضيع اللي هي تخص كل الاسره من كل الجوانب يعني. فدي كانت البدايه. فالبدايه مجلس قومي عمل دعوه لينا ككنيسه وعمل دعوه للازهر وعملنا اجتماعات مشتركه الحقيقه فتره طويله، يعني كل شويه بننقح فيها ونعيد فيها ونراجع فيها علشان نقدر نوصل في الاخر الى يعني دليل فعلا يكون يعني زي ما نقول منهج لاي اسره سواء مسيحيه او مسلمه ايا كان نوع لهذه الاسره او كان اي ديانتها، هي تقدر تعرف فعلا من خلال هذه الدليل ايه هي دورها واجباتها وهكذا. طيب دكتور عبد الحميد، عايزه اعرف من حضرتك بقى الدور الخاص بالازهر الشريف في اصدار هذا الدليل. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا يعني هذا الدليل في إطار التداخل المجتمعي للأزهر الشريف والأداء برسالته وبدوره. فالأزهر الشريف مش يعني عمله حبيس الكتب فقط، إنما إحنا بنحاول ما أورثناه من علم من كتاب من سنة إن إحنا نقدر نوصل الرسالة دي للناس، ونبقى يبقى في حراك مجتمعي نقدر إن إحنا نرتقي بالمجتمع بتاعنا، خصوصا وجود بعض السلبيات التي ظهرت مؤخرا في الأسرة المصرية. وبعض السلبيات دي جزء منها بيلاحظها المجلس القومي للسكان، وإحنا بما أوتينا من لجان فتوى أو ما شابه، لأن إحنا في تعامل مجتمعي مباشر من الأزهر الشريف للمواطنين، فقدرنا ان احنا من خلال الدليل ده نضع علاج للمشكلات اللي احنا بنشوفها، سواء المشكلات دي قدر يحصرها المجلس القومي للسكان او احنا كان عندنا علم بيها من خلال لجان الفتوى اللي بتستقبل المواطنين. فبنقدر من خلال الاسئله ومن خلال الفتاوى اليوميه نعرف ايه المشكلات اللي بتحصل في المجتمع، وقدرنا نضع ليها من خلال الدليل ده بعض الحلول. فالدليل ده ككل بياتي في جهود الازهر الشريف في الخدمه المجتمعيه للدوله المصريه. كونت لجنة مكونة من علماء الأزهر الشريف ومن رجال الدين المسيحي وأساتذة برضو تابعين للمجلس القومي للسكان في علم الاجتماع وما شابه وعلم النفس. تعاونت هذه اللجنة لإخراج إصدار دليل ديني للتوعية الأسرية. طبعا هي الإصدار الديني ده أو الدليل الديني جاء بعد محاورات عدة، وصلنا إلى أنه الدواء النافع هو إصدار دليل ديني للتوعية الأسرية. يعني ايه معنى اصدار دليل ديني؟ كلمه دليل ديني دي هل معناها ان هو يعني بتبقى نصايح مثلا او بتبقى يعني حاجات من الدين الاسلامي على حاجات من الدين المسيحي نستشهد بيها علشان نوصل للناس مثلا بعض النصايح او بعض السلوكيات الايجابيه، ولا بيبقى عباره عن ايه بالظبط؟ خلينا نكون متفقين انه الاسس او المبادئ او القواعد المهمه بتبقى اغلبها في الاديان واحد. تمام. بيبقى الاختلاف في شيء بسيط كده في الفروع. طيب هل الناس عموما ما عندهاش فكره عن المعلومات اللي في الدليل؟ هو غالبا الناس كل الكلام اللي في الدليل ده عند الناس، بس هو من باب التذكره ومن باب ان احنا باسلوب سهل وميسر نخلي فيه سهوله وصول للمعلومه من اي مواطن. يعني اي واحد النهارده يفتح الدليل الديني للتوعيه الاسريه يقرا فيه، يعني في ظننا هو الدليل ده الاصدار الاولاني، سيتبعه الاصدار الثاني ان شاء الله، وقد يكون هناك اصدار ثالث. أي مواطن يفتح الدليل الديني للتوعية الأسرية هيجد كيف يعني ينشئ أسرة سعيدة، إيه هي مقومات الأسرة السعيدة، يعني إيه مسؤولية أسرية، يعني إيه حقوق زوجين، يعني إيه حقوق أبناء، يعني إيه تربية إيجابية، كل ما يخص الأسرة، كل ما يخص الأسرة اللي هو يقدر من خلاله يجيد التعامل مع مفردات الأسرية اللي معاه.
من خلال الدليل ده. هيقرا الدليل الديني ده كلام مش مكلكع ولا حاجه، كلام سهل وميسور لو انسان تعليم يعني متوسط او اقل من المتوسط يستطيع انه يقرا الدليل ويطلع منه بمعلومه. ولو طبق الدليل ده في النتيجه خالص هتطلع اسره سعيده وناجحه. فالدليل الديني مجموعة من التعاليم الدينية فيما يخص الأسرة، ده باختصار الدليل الديني. عايزة أسأل حضرتك بما إنه اتكلم عن الأسرة السعيدة، إيه أهمية إنه يبقى يعني نكون أسرة سعيدة قايمة على العبادة السليمة، إن هي يبقى فيها يعني مقومات إيجابية وسلوكيات إيجابية، قد إيه ده بيكون مهم؟ بص حضرتك طبعا يعني هي الفكرة كلها إيه؟ إن زي ما فضيلة الشيخ تفضل وقال إن كل الأسس والمبادئ السليمة هي تقريبا في اتفاق شبه تام بين الأديان كلها، وبالتالي كلمة عبادة سليمة أو عبادة قويمة دي بتشمل مش مجرد بس مجرد فروض بنأديها، مجرد شوية طقوس بنعملها، ولكن كلمة في عبادة سليمة معناها حياتي كلها، السلوكياتي في حياتي كلها، سواء في داخل أسرتي، سواء في عملي، سواء في دراستي، سواء في مجتمعي، سواء مع جيراني، كل السلوكيات اللي انا بسلكها في كل حياتي كلها دي انا بعتبرها جزء من العباده السليمه. لكن ما اقدرش اقول العباده السليمه بس مجرد شويه حاجات انا بعملها وخلاص، لا. فبالتالي اذا لما انا هكون فعلا فاهم ديني صح، بقدم عباده سليمه صح، اذا انا هحترم الاخر، اذا انا هقدر اتعامل مع اسرتي بطريقه صح وطريقه سليمه، فبالتالي انا هكون اسره سعيده. علاقتي بزوجتي، علاقتي باولادي، علاقه الاولاد بالاب والام، علاقه الام او الزوجه بالزوج، كل دوت هيبقى نابع من العباده السليمه. لان الدين السليم هو او الدين الصحيح لازم هيحثنا على الحب، على البذل، على العطاء. كل واحد فينا بيخرج من جوه ذاته، مش بدور على متطلباتي انا شخصيه فقط، لا، ده انا بدور على ايه؟ سعاده الطرف الثاني، سعاده زوجتي، سعاده اولادي، و الزوجة بتدور على سعادة زوجها، الأولاد بيدوروا على سعادة الأب والأب، وهكذا. فإذا لما كل واحد فينا بيخرج بره ذاته ويقدم حب للطرف الثاني، ده في الآخر نوع من أنواع العبادة السليمة اللي بيوصلنا في الآخر إلى أسرة سعيدة مستقرة. طيب عايز اعرف برضو يعني اكيد في الكنيسه او في اي كنيسه بشكل عام بيبقى في بعض يعني المواطنين عادي بيقولوا على مشاكلهم او بيبقى عندهم، فده اكيد هيبقى يعني حضرتك يبقى ليك دور في ان انت لما بتشارك في الاصدار الاول للدليل الديني، فاكيد هتحط في اعتبارك المشاكل دي الخاصه ببعض الاسر المصريه او بعض المواطنين، وخصوصا لما يكونوا اسر مسيحيه. فايه اكتر حاجات حضرتك حابب ان هي تبقى موجوده في الاصدار الاول او حتى هتحطها بعد كده في الاعتبار في الاصدار الثاني؟ بص حضرتك احنا يمكن بالنسبه للكنيسه احنا عملنا حاجه، برنامج اللي هو كورس مشوره ما قبل الارتباط. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا زي ما فضيل الشيخ حصرنا بعض المشاكل ايه ابرز المشاكل دي؟ يعني من ضمن المشاكل مثلا التعامل المادي بين الزوج وزوجته والاولاد، الماديات بتعمل مشاكل فعلا، فدي بتعمل مشاكل الماليات، العلاقه مثلا مع الاهل، مع الحما والحماه وهكذا، سواء الزوج او زوجته، كل العلاقات اللي حوالينا ديت، المال، العلاقه الجسديه اللي بينهم، كل الحاجات دي احنا عملنا زي كورس مشوره بنبتدي ان احنا نديه توعيه كوقايه من قبل المشاكل ما تحصل، بحيث ان احنا نقلل من هذه المشاكل. بعد كده الحقيقه لما بتحصل هذه المشاكل بقى انا كرجل دين بتدخل في الاسره ديت، بشوف الاسره دي اخبارها ايه المشكله اللي عندهم بالظبط. الحقيقه يعني في معظم الاحوال بنلاقي ان الاسره ديت انحرفت عن العباده السليمه اللي احنا كنا بنتكلم عنها. بنلاقي فعلا في مشكله في هذه التدين بتاعهم، في المبادئ بتاعتهم، في القيم بتاعتهم اللي هم ماشيين عليها، فده في الاخر بيوصلنا الى مشاكل وخلافات شديده جدا جدا جدا. تمام. طيب الدليل الديني اكيد ليه دور وليه اهميه في ان هو يصحح بعض المفاهيم المغلوطه عند بعض الاسر المصريه، بيبقى في قضايا ومشاكل عندهم وبيبقى في مفاهيم مش مظبوطه او مش مفهومه صح بالنسبه لهم، فالدليل بيبقى ليه دور في القصه دي؟ هو الدليل موضوع اصلا علشان القصه دي، انه هو لازم المفاهيم تصحح. مفاهيم مغلوطة برضو زي عايزين نعرف أكتر إيه؟ يعني هو في مفاهيم بتبقى قبل الزواج وفي مفاهيم بعد الزواج. يعني هو ساعات مثلا في أوقات كثيرة جدا الزوج أو الشاب بيضع في نفسه تصور للحياة الزوجية معين،
لو التصور ده مش ما موجود تحققش. او ما تحققش يحصل عنده انتكاسة، يبقى عنده مشكلة. يعني من ضمن المشكلات اللي بتهدد الأسرة فعلا انه هو يظن ان زوجته ده هي محل الأمر والنهي فقط، هي ما لهاش رأي ولا ليها مشورة، انما هو الكلمه كلمته والشورى شورته، فيتعسف في استعمال الحق بتاعه. هو الشرع اعطى له حق، لكن انت مالكش حق تتعسف في استعمال الحق، يبقى كده انت بتظلم المراه. تحصل مشكلات زي انه يمنعها من بعض الحقوق بتاعتها، فيظن ان هو بمنعها الحقوق هو كده بيثبت رجولته مثلا او بيحقق ذاته او ما شابه. لا، ده مفاهيم مغلوطة، ما ينفعش. تمام. أو إنه بعض البنات تظن إنه الزواج ده باب من أبواب الحرية المطلقة مثلا، وإنها ما تقيدش بأي قيد. أو العكس، ممكن الزوج نفسه يظن إن الزواج ده إنه هو يعني يخرج بره البيت زي ما هو عايز، يروح ويجي زي ما هو عايز، هي ما لهاش حقوق عنده، ما تسألوش رايح فين ولا جاي منين. لا، يبقى لازم يكون في حقوق وفي واجبات. الخلل اللي بيحصل في الحقوق وفي الواجبات ده أول لبنة بتهدم الأسر. يبقى لازم يكون في تحديد للمفاهيم، يعني إيه رجولة، يعني إيه قوامة، يعني إيه الست لها حق، يعني إيه أنت عليك واجب، يعني إيه هي ملزمة بأنها تطيع زوجها، يعني إيه، وهكذا. يقوم لما المفاهيم دي تكون واضحة في ذهن الشاب أو في ذهن الشابة، يبقى هي بتدخل على إقامة أسرة وهي مدركة للبنات الأساسية ليها. كذلك بعض المشكلات اللي يمكن هي بدأت في الفترة الأخيرة تقل، إنه مسألة مثلا تعليم المرأة، ده مشكلة، حقها في التعليم، هل هي تتعلم ولا ما تتعلمش، وممكن تحصل مشكلة أنها تزوج على أمل أنها تتم تعليمها، وبعدين هو ما يرضاش تتم تعليمها فتحصل مشكلة. أو أنه بعض الرجال يظن أن تعليم المرأة ده يعمله هو مشكلة، يقول لك أنا تزوج مرأة متعلمة ليه، ما تتناقشني وتجادلني. فممكن يكون التعليم يكون سبب في إشكالية تحصل في ويترتب عليها هدم الأسرة. فاحنا بنبين تعليم. تفتكر الافضل ان هم يعرفوا يعني المفاهيم المغلوطه دي او يقروا الدليل الديني ده قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ قبل الزواج. وان كان هيفيدهم بعد الزواج، اصل هو العبره في كل الاحيان انه الانسان لازم يعترف بالتقصير وبالخطا. اذا كان هو بقى زوج بيقرا الدليل ده وهو زوج، وشاف انه في اشكاليه معينه الدليل حلها مثلا، لازم هو يعترف بالمشكله اولا، لانه الدليل عمر ما هيحل مشكله هي موجوده وصاحب المشكله مش معترف بيها، لانه هيرفض العلاج، مش هيؤثر معاه في شيء. فاول شيء الاعتراف بالاشكاليه. ممكن يكون عنده اصلا المشكله قبل الزواج قصور في الثقافه، يعني هو عنده قصور في انه ما هوش فاهم اصلا يعني ايه عقد زواج، ما يعرفش ان العقد ده في الشرع مثلا له اثار ونتائج بتترتب عليه، وانه ان الزواج ده مسؤوليه شرعيه. الزواج ده مسؤولية شرعية. يعني ايه مسؤولية شرعية؟ مسؤولية شرعية يعني بيترتب عليه ثواب وعقاب، ان انت قصرت فيه بتعاقب. مش فكرة انه هو مثلا لو هضم حق من حقوق المرأة او جار عليها وما قدرش حد ياخد معاه حق ولا بطل زي ما بيقولوا انه هو كده خلاص فلك، لا، دي مسؤولية شرعية، يعني انت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هيحاسبك. فعلا انت قصرت في الامر الفلاني، قصرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في صراحة شديدة بين هذا الامر، يعني ما من إنسان يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا دخل النار. كلام جميل وكلام مهم، مهم ان الناس كتير تبقى عارفه الكلام ده. طيب ايه راي حضراتكم في انه دلوقتي احنا يعني اغلب الشباب واغلب الاسر المصريه يعني على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وبياخدوا معلوماتهم من الانترنت، فالحاجات زي الكلام الجميل والمهم ده ازاي الناس يعني نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس عن طريق السوشيال ميديا؟ هل الصفحه الخاصه بالازهر الشريف والصفحه الخاصه بالمجلس القومي للسكان، هل نشرت الاصدار الاول الدليل الديني ولا لسه هو مش جاهز، ولا خلاص كلمة إصدار أول ده معناه إن هو بقى جاهز دلوقتي وموجود ومتاح والناس تقدر تشوفه؟
هو لسه الحقيقه يعني اطلاق النسخه الاولى او الاصدار الاول لسه ما فيش من حوالي اسبوع يعني. فاحنا بصدد فعلا احنا كلنا بصدد ازاي ننشر هذا الدليل على كل المستويات، على مستوى السوشيال ميديا كمان بالذات، لان طبعا معظم الشباب دلوقتي داخل على السوشيال ميديا بطريقه يعني مهمه جدا. فاصبح دلوقتي السوشيال ميديا فعلا من الحاجات الاساسيه جدا اللي احنا محتاجين ان احنا نقدم عليها. احنا عندنا مثلا في اسكريت الخدمات في صفحه مخصوصه لاسكريت الخدمات، بنقدم كل الانشطه وكل الحاجات اللي الاصدارات الجديده بالنسبه لاسكريت الخدمات عندنا. فبالتالي احنا بس لما بالتنسيق مع لازم مجلس قومي للسكان، لان هو اللي اصدر هذا الاصدار، لازم بالتنسيق معاهم هنبتدي ان احنا نحط هذا الكتاب او هذا الدليل على السوشيال ميديا عندنا على الصفحه بتاعتنا في اسكريت الخدمات. في مثلا صفحه المتحدث الرسمي للكنيسه القبطيه برضو ده بصدر ان احنا من كده، بس لسه الترتيبات بنرتب، لكن هو كاصدار هو جاهز خلاص تماما وشبه يعني ايه خلاص يعني معدل للاصدار، بس احنا في ترتيبات معينه بحيث ان احنا لما ننزل الحمله ترتيبات نهائيه بحيث ان الحمله تبقى مكثفه ومره واحده يعني. نفس السؤال لحضرتك وهنختم بيه فقرتنا. هو الاصدار الاول ككتاب طبع ويعني تباعا هيطبع يعني اعداد اكثر منه تمهيدا ليعني نشرها. الازهر الشريف طبعا احنا عندنا وحده اسمها وحده لم الشمل. وحده لم الشمل يعني دي من اكثر الوحدات او من اكثر الادارات في الازهر اللي هي بتحتك مباشره بالمشكله الاسريه. فده يعني ان شاء الله باذن الله ده يعني في المخطط المستقبلي انه هيوضع في كل وحده وفي كل لجنه فتوى مجموعه من الدليل الديني بحيث ان كل اسره يعني تحظى بنسخه من الدليل الديني. ده ميدانيا من خلال السوشيال ميديا احنا راعينا واحنا بنكتب الدليل الديني ان احنا نقدر ناخد منه يعني زي فقرات كده ننشرها. بالظبط هو ده اللي انا كنت عايزه اسالك. الموضوع هيبقى يعني وهنحاول ان احنا الدليل مختصره كده يعني جمل صغيره الناس بتقبل عليها جدا. سطرين ثلاث سطور اربع سطور يعالج قضيه معينه ياخدها الانسان ياخدها يعني اي واحد على الحساب بتاعه على السوشيال ميديا فيسبوك او ما شابه يعني زي معلومه صغيره او نصيحه صغيره شيء يسير كده ياخد منه المعلومه تبقى سهله بالنسبه له وفي نفس الوقت تبقى المعلومه وصلت، خاصه وانه السوشيال ميديا في الفتره الاخيره الناس بقوا اكثر اقبالا عليها اكثر وجود عليها من الكتب. تمام. فده ان شاء الله مستقبلا هيكون متوفر في على صفحات الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه والمجلس القومي للسكان. تمام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الحميد السيد واعظ بمجمع البحوث الاسلاميه، وبشكر طبعا القس انطونيوس رؤوف استشاري تطوير برامج اسقفيه الخدمات العامه، شرفتونا. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا لكن لسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده، تابعونا بعد الفاصل.